كيف تجعل كل من يعرفك يحبك؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبدوا الإحسان إنسانا. إذن نحن لا نريد أن يكون الآخرين لنا عبيد، ولكن نحن نريد أن نكسب قلوب هؤلاء الناس. كيف يا سيدي؟ بالإحسان. ما المقصود بالإحسان؟ التغاضي عن العيوب، أن لا تكون عياب، لوام، عيار. الإحسان يقسم إلى ثلاثة أقسام: الكمال، الجمال، النوال. هل أنت معطاء؟ هذا اسمه إحسان، أحسن للآخرين بابتسامته، بقلبه، وبجيبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطر كل من يجبر خواطر الآخرين.